Deutschland in der Aufstellung, die Österreich mit 6:1 im Vorschlussrunde. انتهت الحرب العالمية الثانية في 2 سبتمبر 1945 واتولدت أنا فرانس بيكنباور بعد نهايتها بتسع أيام في ميونخ في دولة محطمة كلياً ومقسمة لمناطق سوفيتية وإنجليزية وفرنسية وأمريكية ورياضياً كانت ألمانيا ممنوعة من المشاركة في كأس العالم 1950 ما كانش فيه مهرب عشان تحقق أي إنجاز لكن راجل واحد بس آمن إن كل شيء ممكن وهو اللي ممكن نقول إنه تسبب في قيام دولة ألمانيا سيب هيربرجر سيب هيربرجر تولى تدريب منتخب ألمانيا في 1936 لحد 1942 ورجع في 1950 عشان يبدأ عملية بناء منتخب ألمانيا أو اللي كان معروف وقتها باسم ألمانيا الغربية في الوقت ده وفي الجنوب الشرقي من برلين كان في منتخب يطلق عليه المجريون الأقوياء أو السحرة المجريون ولكن الاسم الأكثر شهرة كان الفريق الذهبي منتخب المجر بيلف العالم ويحقق انتصار ورا التاني بلا هوادة أو رحمة جيل بقيادة بوشكاش وهيديكوتي ولعيبة كانوا محترفين بمعنى العصر وقتها كان بيصنع العجائب وقاد المجر للفوز بأولمبياد هلسنكي 1952 وكسب كاس وسط أوروبا اللي بقت اليورو فيما بعد في سنة 1953 كل ده ما كانش كفاية وكسبوا انجلترا في لقاء أطلق عليه مباراة القرن 6-3 في ويمبلي قدام 150 ألف متفرج عشان يبقى أول ماتش تخسره انجلترا من فريق غير بريطاني على أرضها في التاريخ حتى لما اتعمل ماتش عودة بعد كده بكذا شهر في بودابست اكتسحت المجر منتخب انجلترا 7-1 وللتأكيد على مدى قوتهم فمنتخب المجر في الجيل ده ما كانش خسر أي ماتش لأربع سنين متتالية كل ده كان بيقول إن دول أبطال كأس العالم 1954 وفي ألمانيا كان المنتخب بيضم لعيبة مش محترفة كلياً زي المجر لأنهم كانوا بيضطروا يشتغلوا في وظائف تانية عشان يقدروا يعيشوا لكن سيب هيربرجر في عملية البناء أسس قاعدة هي مكملة لحد النهاردة في ألمانيا وقال وظيفتي ليست إشراك أفضل اللاعبين ولكن تشكيل الفريق الأفضل اعتمد هيربرجر على أغلب لاعبي كايزر سلاوترن المتوج بالدوري الألماني وقتها بقيادة فريدز والتر ومعاه عامل فحم من نادي تاني واللاعب ده كان اسمه هيلموت ران واللي انضم بسبب شخصيته المرحة وقدرته على جمع اللعيبة مع بعضها مباريات ودية قليلة وتصفيات سهلة قدام النرويج وسارلاند وتأهل لكأس العالم ما كانش مخلي حد منتبه لمنتخب ألمانيا الغربية أوقعت القرعة منتخب ألمانيا والمجر في مجموعة واحدة مع تركيا وكوريا الجنوبية والنظام وقتها كان بينص على وجود منتخبين مصنفين في مجموعة واحدة مع منتخبين مش مصنفين وبالتالي المنتخبين المصنفين مش هيلعبوا بعض واللي هم كانوا المجر وتركيا ألمانيا بدأت البطولة بمفاجأة وكسبت تركيا 4-1 والمجر اكتسحت كوريا الجنوبية 9-0 وفي الجولة الثانية اكتسح منتخب المجر ألمانيا 8-3 في مباراة لعبها الألمان بالصف الثاني يقال عشان المدرب خاف على نفسية اللعيبة من انهيار مشروعه مبكرا فقرر يديهم إحساس أنهم خسروا عشان لعبوا بالبدلاء أو أنه يلعب تركيا ويكسب وياخد طريق أسهل في المراحل الإقصائية وفي مباراة فاصلة لتحديد المتأهل لربع النهائي اكتسح منتخب ألمانيا منافسه التركي 7-2 وقع منتخب ألمانيا قدام يوغوسلافيا صاحبة فضية أولمبياد هلسنكي 52 ولكنه مرة تانية فجر المفاجأة وكسب 2-0 واكتسح النمسا في نص النهائي 6-1 عشان يتأهل للنهائي التاريخي وفي الناحية التانية منتخب المجر كسب البرازيل 4-2 ثم أوروغواي اللي ما خسرتش ولا ماتش في كأس العالم قبل الماتش ده وبنفس النتيجة 4-2 التوقعات كلها كانت واضحة قبل النهائي المجر هتتربع على عرش العالم بعد 90 دقيقة في بيرن في سويسرا قدام 62 ألف متفرج بدأ بوشكش الحفلة المجرية بدري بجول أول في الدقيقة السادسة وبعده بدقيقتين سجل زلاتان تشيبور الجول الثاني
والكل توقع أن المجر في طريقها لاكتساح ألمانيا للمرة الثانية بعد دور المجموعات. وظهر صوت لماكس مولورك لاعب ألمانيا بيزعق وبيقول لزمايله: الآن دعونا نريهم. وبالفعل في الدقيقة 10 قلص مورلوك نفسه النتيجة بهدف أول لألمانيا، وبعده بثمان دقايق سجل هيلموت ران هدف التعادل. اتحول الماتش كليا، ورغم ضغط المجر إلا أن الحارس تورك كان واقف بالمرصاد. وفي الدقيقة 84 ومن عرضية مشتتة بالخطأ من الدفاع المجري استلم ران الكرة بيمينه ولم بشماله وأطلق قذيفة خلت المعلق الألماني الشهير هيربرت زيمرمان يصرخ ويقول: ران بيشوت، جول 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 لألمانيا، قولوا علي مجنون. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung. وبعدها بدقايق سجل بوشكاش هدف اتلغى عشان الاوفسايد، ومفيش ثواني وخلص الماتش وألمانيا بقت بطلة العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد معجزة بيرن. المعجزة نفسها تزداد إثارتها لما تعرف إن لحد نهاية الجيل الذهبي للمجر ما كانوش خسروا غير ماتش واحد بس من أصل 69 لعبوهم من 1950 ل 1956. وواحد من الأسباب اللي خلت ألمانيا تتفوق على المجر هي أحذية أديداس اللي كانت مجهزة للعب في المطر عكس لعيبة المجر اللي ما كانوش جاهزين لظروف زي دي. وفي برلين الملايين كانوا في استقبال أبطالهم بعد العودة، والمؤرخ الألماني يواكيم فيست قال: لحظة التتويج بكأس العالم 1954 كانت لحظة الميلاد الحقيقية لجمهورية ألمانيا. بعد الحرب العالمية ألمانيا كانت مدمرة تماما، محدش كان مهتم بينا وكنا منبوذين. فجأة الانتصار ده رجعنا. بالنسبة لأي شخص نشأ في السنوات البائسة بعد الحرب فمعجزة بيرن كانت مصدر إلهام غير عادي، كل البلد رجع لهم احترامهم لذاتهم. ألمانيا كسبت كأس العالم بعد معجزة بيرن 3 مرات كمان، لكن لحظة الفوز بنسخة 1954 كانت أهم انتصار في تاريخ كرة القدم الألمانية بلا شك.